وفي هذه السفرة القصيرة خذينا راحة واستجمام، السباحة في البحر، التشمس، التأريض، التنفس، التجذر، طبعا السباحة في البحر ونسيم البحر العالي باليود، والتأريض وهو المشي حافي القدمين دون حذاء ولا جوارب أجلكم الله على شاطئ البحر، والتجذر هو أن تدفن جسمك في رمال البحر، والتنفس أي البريذنج استرخاء، والأكل النظيف وعصير الديتوكس الأخضر في الصباح وممارسة الرياضة. ثم نعود اليوم إلى روتيننا اليومي من مباشرة مراجعينا الباحثين عن الصحة والحياة الصحية وتحفيزهم لتحقيق أهدافهم، وهي رسالة سامية وبصمة رائعة أن تضعها في المجتمع من تغيير العادات إلى عادات صحية، أنت تضفي على حياة الآخرين لمسة حلوة تعطيهم الصحة وتعطيهم الجمال وتعطيهم الرضا، وهذا من فضل الله عز وجل أن نجعلنا نؤدي هذه الرسالة ونخدم الآخرين فيها. والله سبحانه وتعالى يسخر لك الأرض ومن عليها. تعد الحياة الصحية لا يجد اللذة إلا في اللقمة الهنية، في الأكلات الصحية، في عصير الخضار وطبق الفاكهة والكربوهيدرات الكاملة الغير الذكية الغير منزوعة القشرة والخضار المطهية والبروتينات. يعني الإحساس اللي يجيك بعد هذه الأطباق إحساس كثير رائع، تحس بصحة وعافية ونشاط، عكس الحلويات والسكريات. يعني هناك أيضا حلويات صحية، لكن الحلويات الغير صحية المطهية بقمح معدل جيني منزوع القشرة وسكر مكرر وزيوت مكررة هي لا تغرينا البتة ولا حتى ألتفت لها. هذا من فضل الله والإنسان. أقول لك هذا واحد من معارفنا حبيبي عور قلبي، يوم تقدى كان القدى فيه خبز وايد، يعني الخبز المعدل جينيا ايه زين، تخيلي بعد الريوق مباشرة، والله الذي لا إله إلا هو، تقولين بطن حامل واصلة حتنها، قلت ايش في بطنك كذي انتفخ؟ قال ما أدري أحس إني مختنق أنا تعبان. لما تدري ليش؟ قال لا ما أدري ليش، قلت له ترى هذا ثاني مرة لاحظ عليك. شيني يقول شنو؟ قلت له لما تأكل قمح جسمك ما يتحمل، أنت مو فاهم لغة جسمك. شيني يقول لي لا ما أدري. قلت له حتى ذيك المرة هم كليت نوع من أنواع الحبوب اللي فيها جلوتين عالي، بغيت تستخف، يختنق من كثر ما بطنه ينتفخ يختنق، هو مو مدرك مو فاهم الفود ألرجي، إنه هو في عنده عدم تحمل طعام أو عنده حساسية من بعض أنواع الأطعمة. سبحان الله، مو رابط يعني. بعدين آخر مرة لما سافر كلمني قال ما فيني حيل، المرة هايبر وأنا دايخ. قلت له ما تدري ليش؟ قال لي شنو؟ قلت له الانرجي سيلز برودكشن. قال شنو؟ قلت له أشرب عصير أخضر وكل زيتون وكل السلطات. عقب كم يوم قال شني أشوى. ففي ناس مو عارفة مدى تأثير الغذاء عليها، قاعد حاير وما يدري شو يسوي. سبحان الله. اليوم الشوربة خاطرة، سبحان الله، شلون تفعل هرمون الليبتين يسوي بلوك حق مركز إرسال رسائل الجوع. أحب الطين، الحين أنا قاعدة أسوي سناب، شوفكم ما تدرون إيش قالت لي. قالت لي قالت يلا خلصي بكلمك، ما في صبر، ارتفع صوديومك. إيه بقول لك هذه الشوربة الخضراء لما تيجي هجمة اليوع وتشربينها بعدها تختفي الهجمة، تنحاش، تقول مو هذا مكاني، طقوني. اشتقت لها الألياف والله، الزيتونات الناطعات الحلوات. قولي ما شاء الله حفيدي كل يوم نوكل خضار شكل ويأكل وتنطع. قلت لها ماكو اكل جاهز، خضره
واحيانا نعطيه فاكهه. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحمي ويحفظه. امس تقول لي السيستر نبي نشتري له خضره، خلصت ماكلته يبوا له خضره. حبيبي ونعطيك حبوب الكامله. ما شاء الله تبارك الرحمن. السعوديه تحبين نفسك لان اعتنيتي فيها، بارك الله فيك يا بطله، بارك الله فيك. تلك البطلة من السعودية قالت لي النقاط اللي تحسنت فيها وهي بسجلتها بورقة، يعني خجلا ما تكلمت هي بصوتها، بس قالت لي نقلي تجربتي عبر سوشيال ميديا، هي الآن أمامي، تقول لي اختفى ألم ظهري والتورم اللي كان في أقدامي اختفى، الإمساك اختفى، النفخة بعد تناول الطعام اختفت، الشعور بالدوخة، وهي كمعلمة كانت لما تشرح تدوخ وتقعد تريح وترد هذا اختفى، صار النشاط كثير أفضل. تقول أحس أني أمشي ظهري مستقيم. بلشتي بالرياضة؟ برافو عليك، برافو عليك. أعطيناك إحنا برامج التدريب الخاصة فيك؟ الحمد لله. كم برنامج خذيتي لحد الآن؟ أوكي، ممتاز ممتاز. طبعا البرامج لازم بين وقت ووقت تتغير، لأن في كل مرة ناخذ مجموعة عضلية، فما يصير نستمر على نفس المجموعة العضلية، لأن هذا ممكن يؤدي إلى الإصابة بسبب عدم توازن القوة في العضلات، فتسحب العضلات القوية المفصل نحوها ويؤدي إلى الإصابة. فلازم كل برنامج نروح حق شريحة أخرى من العضلات. شكل جسمها تغير، وايضا قالت لاحظت ان مقاس اقدامي للحذاء اجلكم الله صغرت، وهذا فعلا يعني كثير من الاشخاص قالت لي نزل رقم او رقمين بالاحذيه. حتى واحده قالت لي تقول انا احذيتي مكرب السمع كثير غاليه، فاضطريت احط اسفنجه عشان تمسك ريلي، لانه ما اقدر ارد اشتري كل هالاحذيه صارت وسيعه علي. تقول حتى قدمي صغرت. ربما يكون في ارتشاح بالاقدام، الريل تكون حابسه ماي، ربما يصير عندنا ارتفاع بالبرولاكتين ياثر على الغده النخاميه فيكبر الراس والاقدام. ايضا كتبتي انك ما تحسفتي على شيء قدر تحسفك انك ليش ما بديتي من زمان، كل شيء في وقته حلو وكل تاخيره في على الضماده. واللي يعاني من الم اسفل الظهر ينام مباشرة على الخروع، وبعدين نلف الضمادة ونلف البلاستيك وينام على ظهره ويرفع ريوله لفوق لما يصير ظهره فلات، علشان يتشرب الجلد الزنجبيل ويساعد في علاج التهاب المفصل وآلام أسفل الظهر. And my banana as a pre-workout. تو قالت لي الممرضة هي من دولة هند من منطقة كيرلا، ابتسمت وقالت لي متعودين في بلدنا نشرب القهوة مع الزبدة. Early in the morning. Early morning good. Oh, you drink what? Hoppy. And butter. And honey. اي شفته، وتقول قهوة وزبدة وعسل شوية. You used to have this coffee every morning. Now here you. تقول مستغربة شلون انتو عرفتوا. Your father and mother as well drink coffee with butter. اهلا وسهلا، صبحكم الله بالنور والسرور محبين الحياة الصحية. بالامس شرحت لكم عن ضمادة الزنجبيل، بس ما ادري ليش كنت طول الفيديو اقول ضمادة الخروع وأنا أعني الزنجبيل، فتلخبط البعض بسبب ذلك. طبعا حضرت لي إحدى القريبات تشتكي من ألم أسفل الظهر، فقلت لها نطري شوي خليني أحاول أساعدك. كان الألم في أسفل ظهرها بالعرض، فطلبت من الطباخة تبشر لي زنجبيل، تقريبا يعني يمكن 3 زنجبيلات كبار بشرتهم، وبعدين حطيت الرول بلاستيك، وبعدين حطيت الضمادة، وبعدين حطيت الخروع وخليتها تنام على ظهرها، ولفيت ضبيت الضبابة، وبعدين لفيت بطنها بالبلاستيك عشان
نخلي حرارة الزنجبيل تدخل في عضلة أسفل الظهر، وخليتها تنام ورافع ريولها وضامتهم على صدرها. طبعا أول 5 دقائق ما حست شيء، 10 دقائق بدأت تحس بحرارة، 15 دقيقة قالت لي يما شنو هذا؟ قلت لها شنو تحسين؟ شو تقول؟ جني حاطة مطارة حارة. ولما صارت في الدقيقة 17 قالت لي واي شنو هذا؟ بدأت تتعرق، شفت العرق صار على رقبتها. شو تقول؟ مو طبيعي مو طبيعي كمية الحرارة اللي أحس فيها بأسفل ظهري. بعد ما تمت 20 دقيقة شلت الضبابة ولاحظت إن المنطقة صارت شوية حمراء، وقالت لي ارتحت وايد. قلت لها شلون الحين ألم ظهرك؟ تقول لي 5/7. فقلت لها خلاص هاليومين اعتمدي ضبابة الزنجبيل، إن شاء الله ما غلط ورد أقول الخروع، اعتمديها علشان تساعدك في إنها تشيل الانفلاميشن التهاب العضلة أو whatever كانت tight muscle أو weak muscle أو تقلصها، فيساعدك الزنجبيل بوجود الحرارة في علاج الالتهاب ومعالجة المنطقة اللي يعاني من أسفل الظهر. اللي يعاني من ألم أسفل الظهر خليه يجربها ويقول لنا تجربته وشنو استفاد منها. اليوم إن شاء الله أستعد لأداء تمارين العلوية. كليت نصها يعني ما اشتهيت أكملها، جاي الحين أردك أمشي لكم تماريني. أي أمس أنا ما رحت، بسم الله. الموزن الساعة كليت نصها يعني ما اشتهيت اكملها، جاي الحين ارد اكمل نصها. الموز كبروتوكول ما قبل النادي يناسب اغلب الاشخاص لانه فيه بوتاسيوم ومغنيسيوم وهي معادن مهمه للرياضيين. المغنيسيوم يساعد على انبساط العضله بعد تقلصها اثناء تمارين المقاومه، والبوتاسيوم واحد من المعادن الذي يساعد على وجود الانرجي سيلز برودكشن اللي هي انتاج خلايا الطاقه، وحق البرين ايضا حق وقود للمخ، حق الغده الدرقيه. ليش ما قلت لي براجع جدول تمارين عشان اتاكد اليوم شنو التمرين اللي بسويه. انا امس ما تمرنت، وقبل امس تمرنت ابر ابي. اليوم مو لابسه الشوز الخاص حق اللور، اكيد اليوم تمريني لور، اعتقد حوض اليوم، اعتقد عندي هيب ورك اوت ما لبسته ومتحيزه اروح، فراح اتمرن حافيه. تمنوا لي التوفيق. تبون احط لكم مزاجي قبل التمرين؟ قريباتي شافوا علي الضعف الرهيب، ما شاء الله تبارك الرحمن، ضعفت يعني فوق 30 كيلو. قالوا انت شو مسويه؟ كانت فجأة يعني قمة الأناقة والشياكة ومو شايفينها من مبطي، وتالي فانصدموا، فصار الكل يطالع شلون رقبتها طلعت؟ شلون خصرها؟ شو مسويه؟ شو تكميم؟ أبر؟ شو مسوي؟ قالت لا والله لا تكميم ولا أبر. قالوا ما انت بتعلمين؟ قالت لهم الله يشهد اني انا نظام حياة صحي. كذب. قالت لهم والله العظيم. المهم بعدين اشتكت لي، قالت كل ما شافوني قالوا نحيسة، ما تبي تعلمين نحيسة شو مسوية؟ قلت لها قولي لهم الصدق. قالت قلت الصدق، ما قادرين يستوعبونه. قلت بعدين جات تقول الصراحة كذبت. قلت لها شنو قلتي لهم؟ قلت حاطة بالون. قالوا ايه كان قلتي من زمان. قلت حرام ما يصير الحين يروحون يحطون بالون. فإذا هناك أشخاص ما يقدرون يستوعبون إنه شلون تحقيق الحلم بهذه السهولة، شلون يصير لايف ستايل نهج حياة. يعني مساء قاعد سولف لي وحدة تقول أنا ضعفت، مو ما ضعفت بس بعدين رديته، لأن هي شنو من ضمن الحمية ماخذة أعشاب تطرد الماي، وقفت الأعشاب رد الماي، طلع عليك هذه حمية. It's a lifestyle, it's a body language. أنت أفهم شنو جسمك يبي، شنو أنت hypothyroidism hyperthyroidism، انت عندك مقاومه انسولين، عندك ارتشاح، انت شنو فيك من داخل غيره. فلما يصير التغيير من داخل يصير الاوامر تيجي من الدماغ، انا شبعان، انا راضي، انا ما باكل،
لدرجة إن مرة دقت علي وحدة كانت تقول لي ألو، قلت لها ها، كانت تقول أنا ما جيت، قلت لها يعني إيش فيك؟ كانت تقول ما أكلت، قلت يعني شنو الغريب بالموضوع؟ كانت تقول 5 ساعات ما طب بحالي أكل، ما طب بحالي، قلت لها إنزين شنو المشكلة؟ كانت تقول يا هدى فهميني، أنا قبل كل ساعتين أكل شني رضيع، أنا 5 ساعات ما أكلت. قلت لها زين استقرار سكر الدم، ما في انسولين يخليك جوعانه. جت تقول يعني انا طبيعي ولا فيني شيء؟ قلت لها انت مو متينه وبتضعفين؟ قالت لي اي. قلت خلاص استانسي. جت تقول لي استانس ليش لا؟ وصلت الى وزن مثالي رائع. فاذا الامر اسهل بكثير مما تتوقع. فلما الانسان يشوف نفسه سمن ويسوي دراما، ما ابي اشوف صورتي، ما ابي اشوف وزني، انا مو قبل نفسي، هذا بدقيقة يروح، بدقيقة بسهولة، عرفت شلون؟ فإذا إن شاء الله تحقيق الحلم سهل إذا أنت فهمت جسمك شنو محتاج بإذن الله. نوسع من معارفنا، نزيد من اطلاعنا، ونجرب تجارب جديدة في حياتنا. 100% 100% لأن كل شيء يتطور. هذا يؤيد منطلق إن لم تكن في زيادة فأنت في نقصان. شوفي هذا الخروع الأسود، هو مو لونه أسود وهو سائل، يعني لما تحطينه تحسينه لزج وريحته حلوة رائع. جربي يعطيني ايدك شوفي ايش رايك فيه، وايد يختلف علي عندي صح. تقبلي هدية مني يا غالية. الشمس والأعشاب وبأغذية طبيعية. البيض العضوي يأتي من دواجن تربت في المزارع حرة تحت أشعة الشمس والأعشاب وبأغذية طبيعية، وغالبا ما يكون لون الصفار يميل إلى البرتقالي.